بدي بلش كلامي نحكي باللغة العامية، مش عم يفهموا علينا بالفصحى، بارك يفهموا بالعامية. بدي بلش كلامي بتوجيه التحية اليوم إلى كل الموظفين الإداريين المضربين في كل المناطق اللبنانية، في السرايات والقائم مقاميات وفي كل الإدارات المركزية، الموظفين الإداريين الذين لن يسكتوا عن حقوقهم، الذين راهنوا على تعبهم ومللهم ولكنهم لن يتعبوا ولن ييأسوا ولن يملوا، وسيكملون المسيرة حتى بناء إدارة فاعلة متطورة خالية من الفساد والفاسدين. لن يتخلوا عن حقوق الموظفين الإداريين في رواتب عادلة منصفة ترفع الغبن عنهم وتساويهم مع باقي القطاعات الوظيفية. 3 سنوات لم تكفيهم بحثا وتمحيصا ودرسا، من لجنة حكومية إلى لجنة حكومية ومن لجنة نيابية إلى لجنة نيابية، حتى عادوا اليوم إلى موالهم القديم ليقولوا نحن بحاجة إلى لجنة جديدة لإعادة درس السلسلة ودرس تمويلها. وما هذا الكلام إلا فصل من فصول الجديدة لمسرحية سلسلة الرتب والرواتب، وما هي إلا دلالة أخرى على أنهم لا يريدون إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لا يريدون إعطاءنا حقوقنا بتصحيح رواتبنا التي فقدت قدراتها الشرائية على مدى 18 عاما. نريد إعادة القدرة الشرائية لرواتبنا التي كانت في سنة 96. نحن نطالب بتصحيح رواتبنا، مش عم نطالب تعطونا زيادة على رواتبنا. ونقول لكم ابعدوا موضوع سلسلة الرتب والرواتب عن تجاذباتكم السياسية ومصالحكم السياسية وطموحاتكم. هذا موضوع وطني كبير بامتياز، يهم الذين يدافعون عن أمن البلد، عن أمنكم واستقراركم، يهم الذين ينجزون معاملاتكم، يهم الذين يعلمون أبنائكم. هذا موضوع وطني كبير، ويفترض بكم أن تضعوه خارج انتخابات رئاسة الجمهورية. هذا موضوع استثنائي، نطالبكم بالنزول اليوم إلى الجلسة التشريعية المعدة لدرس ونقاش سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها، وأنتم تتهربون بحجج مختلفة. نحن نقول لكم في هيئة التنسيق النقابية وفي رابطة موظفي الإدارة العامة بأن تتحملوا مسؤولياتكم، هذه مسؤولية وطنية كبرى، عليكم أن تتحملوها وتنزلوا إلى الجلسات النيابية المحددة لبحث وإقرار السلسلة، وأن تقروا هذه السلسلة بما يؤمن حقوقنا، حقوق جميع القطاعات الوظيفية وعلى رأسهم حقوق الموظفين الإداريين بإنصافهم ورفع الغبن عنهم ومساواة رواتبهم مع باقي القطاعات الوظيفية العاملة في الدولة. وإذا لم تتعاطوا بمسؤولية مع هذا الموضوع الوطني الحساس ذو الصفة الاستثنائية لأنه موضوع وطني كبير، نحن نقول لكم في هيئة التنسيق النقابي وفي رابطة موظفي الإدارة العامة أنكم تدفعوننا إلى تجرع الكأس المرة، وسنذهب إلى شل الإدارات العامة وإقفال الوزارات في وجه الجميع وإلى تعطيل الامتحانات الرسمية. لن نسكت، لن نتراجع، لن نمل، سنكمل المسيرة حتى إقرار السلسلة. ونقول لكم كذلك بأن من يتحمل المسؤولية عن هذا، عن شل الإدارات ووقف الامتحانات الرسمية، هو أنتم الذين لم تقرروا حتى تاريخه
ألم يكفيكم 3 سنوات حتى تقروا هذه السلسلة؟ بعد ما تكون وقت لحتى تدرسوا وتبحثوا وتقولوا بدنا نجيب وردات ومنا نأمن ومنا ندرس الأراضي تبع السلسلة. كفى وكفى وكفى، فلتتحملوا ولو مرة مسؤوليتكم التاريخية وتقروا هذه السلسلة. نحن أول من كان وأضرب وتظاهر في هيئة التنسيق النابي وفي الرابطة من أجل تفعيل دور المؤسسات الدستورية في البلد، من رئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي إلى الحكومة. أضربنا واعتصمنا لنطالبكم في حينه بتفعيل دور المجلس النيابي وبتشكيل حكومة، وأنتم من قلتم أنه إذا حصل بعض الفراغ في انتخابات رئاسة الجمهورية فالحكومة التي شكلناها هي حكومة تستطيع أن يقوم بهذا الدور. كفى حججا واهية، انزلوا إلى الجلسات التشريعية وقروا سلسلة الرتب والرواتب، ولا تضطرون إلى اتخاذ قرارات أكبر من شل الإدارات العامة ووقف الامتحانات الرسمية، ربما تصل إلى إعلان العصيان المدني في كل الإدارات والوزارات وفي كل الأماكن. يعطيكم العافية. نحن اليوم سمع يا شباب، وصلوا شوي صبايا، وصلوا شوي. نحن اليوم بهذا الاعتصام بالوقت اللي كان مفترض انه المجلس النيابي ينعقد لإقرار حقوق موظفي الدولة، أساتذة ومعلمين ومتعاقدين وأجرة ومياومين، يقر هالحقوق اللي حصل اليوم انه المجلس النيابي ما انعقد. اللي حصل اليوم هو مقاطعة لحقوق الناس، لأمور الناس، لوجع الناس، لفقر الناس. الناس ما بيتقاطعوا، موظفي الدولة ما بيتقاطعوا، لأنه موظفين الدولة هن الدولة، وما في دولة بدون موظفي الدولة. حجتهم انه هن ما بيعملوا الجلسة الا ما يتفقوا على ارقام السلسلة، ولذلك عم بيوجهوا لنا رسالة انه يا اما وقت اللي نحن بنختلف مندفعكم الثمن، يا اما وقت اللي منتفق عليكم وبالحالتين جايين نضربكم. هذه الرسالة وصلت. انتو فكركم تحاصرونا، انتو واهمين، انتو غلطانين. هيئة التنسيق النقابية ما بتتحاصر، هيئة التنسيق النقابية هن الناس، هن 14 أيار النقابية، هن ألوف الناس اللي نزلت، هن اللي بيحاصروا واللي ما بيتحاصروا. فهموها كتير منيح. الحقوق بدنا إياها و 121%. ونحن مش عم نتسلى، نحن مش عم نلعب بالشوارع 3 سنين، نحن كنا عم نناضل 3 سنين بالشوارع. وإذا فكركم بعد 3 سنين نرجع لورا، هيئة التنسيق النقابية ما بتعرف ترجع لورا. هيئة التنسيق النقابية على موقفها الثابتة ما بتتغير، هو الموقف. ادفعوا الحقوق لكل القطاعات 121%، دفعتوا 45%، كفوا الباقي وللاخر نحن ماشيين ومش حنتراجع، وهو الزمن اتي وحتعرفوا الموقف.
وهيئة التنسيق النقابية بتحاصر وما بتتحاصر، وفهموها كتير منيح. نحن أوصينا للجمعيات العمومية الموقف اللي امبارح أعلناه باللقاء النقابي التضامني، بتسموها مقاطعة التصحيح وأسس التصحيح، سموها بتسموها مقاطعة الامتحانات الرسمية كلها سوا من ألفها لياءها، أسئلة وامتحانات ومراقبة وأسس تصحيح كمان سموها، وبتسموها شل الكامل للقطاع العام للوزارات وللإدارات وللسرايا الحكومية بالأقضية والمحافظات، لك كمان سموها، لك بتسموها حالة تمرد، لك سموها، سموها ما شئتم. هيئة التنسيق النقابية ما بترجع لورا وإيدها فاضية، هيئة التنسيق النقابية لا قدام، والحقوق هي هي ومية واحدة وعشرين بالمية. وبدنا نقلكن، بدنا نقلكن انه كمان انتو بتتحملوا مسؤولية، تتحملوا المسؤولية الكاملة عن كل اللي عم بيصير، واوعى تفكروا انه بتقدروا تدقوا اسفين بيننا وبين التلاميذ وبيننا وبين الاهالي. نحن الاهالي ونحن التلاميذ لولاد ولادنا، ونحن راعيناهم ونحن اللي علمناهم ونحن الحريصين عليهم اكثر منكم، ولو ما كنا حريصين عليهم اكثر منكم ما بقينا 3 سنين بالشوارع ونحن عم نناضل حتى ما نوصل للي وصلنا له. لذلك بنقول في مسؤول يتفضل يعطي لهالتلميذ ولهالاهالي حقوقها بالشهاده وبالمراقبه بكل شيء. اذا في مسؤول يتفضل، عم بيتحالف مع حيتان المال يجيبوهن يراقبوا، يجيبوهن يعملوا له للامتحانات الرسميه. الناس ما بتنفك، الناس معنا، الناس عم نحكي بوجعها، وللاهالي بنقول لهم كمان نفس الشيء. نحن مثل ما نحن حريصين على حقوقنا، حريصين اكثر فاكثر على حقوق اولادهم بالشهاده، وكرمال هيك بقينا 3 سنين. صبر ايوب، ايوب ذاته ما صبروا، لكن نحن مثل ما في 100,000 تلميذ بده شهاده، في 1,000,000 انسان بده ياكل. تفضلوا طعموا 1,000,000 وامنوا 100,000 شهادتهم. يا انتو حكومة ويا انتو مجلس نواب ومسؤولين، ومية وواحدة وعشرين بالمية وبأسرع وقت ممكن. هلا توصيتنا معروفة بالربط عليهم السنوي وبهيئة التنسيق النقابية، الجمعيات العمومية عم تنعقد فيما يتعلق بمقاطعة وشل القطاع العام كله من الامتحانات لموضوع الوزارات والإدارات كلها سوا، عمال بتتناقش و عم بيتصوت عليها. ونحن قرارنا مثل ما بتقول الجمعيات العمومية، نحن ما مننزل قرارات من فوق، نحن منطلع قرارات من تحت من هالشعب، لأنه تينزل 100,000 أو 100,000 و200,000 مصوتين وبالأرقام، وحنفرجيكم إياهون اسم واسم وعلى المحاضر وبكل مدرسة وبكل سنوية وبكل مؤسسة رسمية. نحن من هالشعب، من هالوظيفة العامة، من هالآليات الديمقراطية عم نشتغل. ما في شيء قرار فوقي بينزل على القواعد. هيدي وحدة. اثنين، في عندهم مهلة من هلا ل7 شهر. يتفضلوا، يتفضلوا يقروا الحقوق. امبارح كانوا عمال بيجتمعوا. عم يجتمعوا كرمال البحث بملف السلسلة. بركي بيتفقوا، نحن بنقول لهم اتفقوا على اقرار الحقوق لا على ضرب الحقوق، نعم لاقرار السلسله التي تضمن حقوق كل القطاعات ومن دون استثناء، ولا لسلسله تضرب الحقوق. الى مزيد من التصعيد، الى مزيد من التصعيد، والوقوف ايد وحده، هيئة التنسيق النقابية وحدة، حتى فرض إقرار السلسلة من هلا ل7 حزيران. شكرا.